هدفنا نحن أنه نوصل على البرلمان. عندما يبتسم الوطن يبتسم المواطن. الثورة ما فشلت، منصة عابرة للطوائف لخلق قيادات. ما رح يعطي أي ثقة لحكومة، نحن مش رح تخلص صرخاتنا، رح يضل عنا صرخات كتير. نحن كل شيء بيخدم مصلحة حزب سبعة مستعدين نكون واقفين جنبه. بالنسبة للأحزاب المدنيين، يعتبر أنه شرق الحزب المدني الوحيد بالشرق الأوسط. أكيد هدفنا نحن أنه نوصل على البرلمان، لأنه برأينا أنه لا تغيير سيحصل في لبنان إلا من خلال البرلمان اللبناني. منشان هيك عنا نحن شيء بسبعة اسمه ابتسامة وطن. عندما يبتسم الوطن يبتسم المواطن. نحن ما فينا نفصل عن حالنا عن الثوار، بالعكس طالما هم الثوار عندنا نفس المطالب وعندهم نفس المطالب، نحن بنعتبر حالنا انه بخط واحد نحن وياهم. انا بدي اسميها انتفاضه. الانتفاضات عاده بتبلش قبل الثوره. الانتفاضات هي مطلب من الجماهير اذا كان في اي تقصير من الدوله نحو الناس. الثوره ما فشلت، والثورة ما بتنام وما بتفشل. الثورة أسقطت حكومات، الثورة عرت مسؤوليات مسؤولين. من وقت تأسيس الحزب لليوم جد داغر مثل أي إنسان تاني عم بيطالب بحقه. ونحن منفتخر بكل إنسان مناضل. أكيد بس يخافوا منك أو بس ينزعجوا منك بدهم ياخدوا ردة فعل عكسية، هي بتصير قمعية، كمان بتصير هي عملية الاعتقال أنه اعتقل جد داغر. هذا شيء كرامي وفخر لنا. بتصور كل الناس بتعرف حقيقة 4 آب، ولكن نحن بهمنا شرعية الحقيقة كيف تطلع. ما فينا نقول اتهام بدها تروح، اتهام كلهم يعني كلهم، لأنه كلهم عارفين وكلهم بيعرفوا شو صار وكلهم مغطيين كانوا. هيدي بتبقى مسؤولية القضاء، ونحن أكدنا أكثر من مرة وأسرينا على القاضي بيطار المتابعة بالتحقيقات تبعه لحتى إظهار الحقيقة كاملة. بوجود برلمان بيعطي الثقة أو عدم الثقة للحكومة. نحن أكدين بهذه الحالة أنه البرلمان ما رح يعطي أي ثقة لحكومة هي من مطلب الشعب أو من مطلب تبع حكومة الاختصاصيين اللي عم بعنيها، لأنه بدون انتخابات نيابية وبدون ما يتغير البرلمان اللبناني، النواب اللبنانيين ما في عندك تصليح ولا بأي شكل. كان في نسبة 60% من الشعب بالانتخابات 2018 ما صوتت. هاي 60% من الشعب كانت عم بتفكر عم بتشوف هالحراك وين بده يروح او هالثوره وين بدها توصل. اذا ما تبنيني الحزب انا مستعد ادعم اي شخص بيتبني الحزب، بيكون صاحب كفاءه انا مستعد ادعمه. مش القصه الاسم والبوست اللي اخده انا بسبعه. نحن عم نشتغل على صعيد نطاق علي وشوف. انا بيعنيني كثير ابن طرابلس وابن عكار وابن كسروان وابن زحله وابن الجنوب، بيعنوني كلهم. عم تحكيني بانتخابات علي وشوف، عم بحكيكي عن المجموعات اللي بعلي وشوف. هودي المجموعات اللي بيعملوا الفرق بالانتخابات. نحن بالاساس منصة عابرة للطوائف لخلق قيادات. دخلتنا علي نحن من 2017 بداية، يعني اخر 2016 2017. بالنسبة لكل النواب اللي قدموا استقالاتهم من مجلس النواب، نحن منقدر هذه الخطوة ومنحترم هذه الخطوة. بالنسبة لنا اذا نحن بدنا نيجي نعمل تحالف اكيد مع حدا من الاحزاب التقليدية ما فينا نعمل تحالف، وخصوصي اليوم انه اليوم سمينا بالمنطقة بشرازم الثورة أو بفلول الثورة. نحن مش رح تخلص صرخاتنا، رح يضل عنا صرخات كتيرة، لأنه كل شغلة فيها صرخة وكل عمل عم ينعمل ضد الإنسانية وضد الناس وضد البشر هو صرخة. صرختي أنه يتنازلوا عن كبريائهم شوي ويحاولوا أنهم يعملوا حكومة هلأ بالوقت الحاضر تنقذ هذا البلد من الوضع المتدهور اللي وصلنا له.